بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتشر مؤخرا على الإنترنت مقاطع استهزاء من بعض الإخوة في العراق ومصر بحضارة شبه الجزيرة، وأن آثار العراق ومصر ممتدة لآلاف قبل الميلاد، بينما آثار السعودية واليمن على سبيل المثال ليست كذلك. وزال عن بال الجميع أن أول أسرة بشرية أصلا انطلقت من الجزيرة العربية، من مكة تحديدا، أب وأم كل البشر والحضارات، وأن أول بيت وضع للناس للذي ببكة تحديدا، وسنرى الفرق بين بكة ومكة، وأن أول دولة بعد الطوفان هي عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لأن الناس اليوم تعتمد على ما يكتشفه علماء الآثار فقط كأنه قرآن منزل، ويتناسون أنه ربما هناك آثار لم تكتشف بعد، فكل يوم تخرج اكتشافات جديدة فيغيرون التاريخ مجددا وهكذا. فلماذا نتبعهم ولدينا الدلائل الواضحة من كتب مؤرخين المسلمين الموثوقين الذين ما تركوا شيئا من خفايا التاريخ إلا ذكروه ولو باختصار بفضل الله؟ فتعالوا نتعرف على التاريخ الحقيقي لشبه الجزيرة العربية واليمن، أو بالأحرى لما قبل اليمن المعروف، التاريخ المحذوف الذي لا يريد علماء الآثار الترقيب عنه أصلا. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو، وقبل البدء يرجى الدعم بإعجاب واشتراك تشجيعا لنا على الاستمرار، وعلى بركة الله تعالى نبدأ. بسم الله. بدأ تاريخ الجزيرة العربية مع بدء التاريخ كله منذ هبوط سيدنا آدم عليه السلام على الأرض، والذي هبط في الهند وهو الأرجح على أعلى قمة جبل في الأرض أو في العراق أو الجزيرة العربية، ولا فرق في ذلك لأنه في النهاية ذهب إلى الجزيرة العربية حيث هبطت سيدتنا حواء ليلتقي بها في عرفات، لذا سميت عرفة أصلا. ولا زال قبر أمنا حواء موجود في جدة اليوم، لكنه مطمور خشية البدع المعروفة، وهذه صور قديمة له. وعاش سيدنا آدم مع حواء وولدت له قابيل وهابيل وشيث وباقي الذرية، وأنزل الله تعالى الكعبة ولم تبنى من قبل البشر بل وضعت للناس، أي أنزلها الله تعالى. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وضع للناس أي ليس الناس من وضعوه أو بنوه، بل وضع لهم، فقيل بنته الملائكة وقيل آدم مع الملائكة. وبكة يعني موضع الكعبة تماما، أو موضع البيت الحرام أو البيت العتيق، بينما باقي المدينة التي بنيت لاحقا سميت مكة، ولم تكن مكة موجودة وقتها، لذا جاءت في الآية بكة أي موضع بيت الله تعالى فقط. وقيل كانت من ياقوت الجنة وفيها حجر أبيض لامع سيصبح فيما بعد الحجر الأسود اليوم. واستمرت ذرية آدم تنتشر في جزيرة العرب والعراق والشام والأناضول وغيرها، وصولا لمصر وما بعدها وإيران والهند وما بعدها، حتى عهد قوم نوح عليه السلام الذين كان مركزهم في منطقة سومر كما سبق وذكرنا، وقد تكلمنا عن حضارة قوم نوح أو ثقافة الوركاء في فيديو سابق، تجدوه في قناتنا بفضل الله عز وجل عن آثار قوم نوح. والذين كفروا بالله وعبدوا الأصنام فجاءهم الطوفان العظيم، فأما الكفار فقد هلكوا من على سطح الأرض جميعا بسببه، وأما الكعبة فقد رفعها الله عز وجل بياقوتها وما فيها، وقيل بل بقي منها الحجر الأبيض فقط في جبل أبي قبيس. وبعد الطوفان والهبوط على الجودي والذي أتبع باستقرار نوح مع الناجين في سومر وتناسل الذرية البشرية مجددا، بدأت الهجرات لما حول العراق، ليس فقط بسبب زيادة عددهم حيث بلبل الله ألسن الناس فأجبر كل قوم أن يرتحلوا مع من يتكلم معهم بنفس لسانهم، قيل بسبب ريح وقيل برج بابل، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل في فيديو بابل الأولى والحمد لله تعالى. المهم، بدأت الهجرات لخارج العراق، فكان أول من رحل إلى الجزيرة وفق كتب المؤرخين المسلمين اليمنيين بالذات يعرب أو كنعان بن قحطان، بعدما صار لسانه عربيا خالصا، طبعا العربية القديمة وليست الحالية أو الفصحى أيام قريش. وقد ذكرنا تصحيح الأنساب في الفيديو الماضي، وأنه ليس من هود لأن هود ليس من أرفشخذ، وكل ذلك مبين في الفيديو الماضي بالتفصيل فيرجى مشاهدته. إذن يعرب أو كنعان هو بن يقطان أو قحطان بن عابر أو القاسم، والذي سمي القاسم لأنه قسم الأرض بين الناس، ويعرب من الجيل السابع من بعد نوح من سلالة أرفشخذ، أو حتى إن كان من سلالة آرام، وهذا أبعد ترجيحا. ورحل معه عاد بن العوص بن آرام من الجيل الخامس بمن معه إلى الجنوب، فنزل في الأحقاف في هذا الموضع تقريبا، وبينا ذلك في فيديوهات عاد. ونزل يعرب وبنوه اليمن، ونزل ثمود وبنوه قربهم، ونزلت جديس إخوان ثمود جانبهم، ونزل عمليق بكل ولده جنوب السعودية وبقربه إخوانهم طسم، ونزل عبد ضخم من نفس السلالة حول الطائف، وكل من سبق تكلم العربية.
فكان أول من تكلم بها عمليق بإجماع المؤرخين، ولكن أفصحهم كان يعرب أو كنعان حسب مؤرخ اليمن بالذات. وتوجه ذرية أرفاشخذ للشمال الشرقي من جزيرة العرب أو جنوب العراق، أي تقريبا لم يتغير مكانها، وكانت ذو لسان سرياني، أي باقية على نفس لسان سيدنا نوح بعد الطوفان، كما لسان باقي الذريات التي تبقت في العراق. لاحقا بسبب تكاثرهم وزيادة أعدادهم ضاقت عليهم المساحات، فارتحل العمالقة حتى وصلوا الحجاز، لكنهم لم يقطنوا موضع مكة نفسه بل جواره، ذلك أنه قيل لهم أن هذا موطن نبي آخر الزمان، وأنه ذو قدسية كبيرة لأنه مكان البيت العتيق، فسكنوا حوله في الحجاز. وارتحل الطسم شرقا، ولحقتها فيما بعد فترة طويلة جديس، وكذلك بعد فترة كانت ثمود قد توجهت شمالا. وهناك أقوام أخرى متفرعة منه، كلهم من العرب البائدة كوبار وجاسم التي تعتبر من العمالقة أيضا. فكان نزول عمالقة جاسم في البحرين وعمان والمدينة وفق الطبري وابن خلدون، وذلك كما نرى في التسلسل الزمني تقريبا حوالي 2900 إلى 2500 قبل الميلاد. وسبحان الله تعالى، أثبتت الدراسات الأثرية فعلا أن من أقدم حضارات الجزيرة حضارة دلمون في البحرين منذ 2800 قبل الميلاد، ومعها حضارة ماجان في عمان كما نرى اسمها بالنصوص الأثرية، وجانبها عدد من المواقع الأخرى الثانوية كمثل أم النار في أبو ظبي كمثال، والتي يعود لها هذا الأثر. وأكدت وجود علاقة وثيقة بالعموريين الذين تكلمنا عنهم في فيديو سابق، وأنهم من نسل عمليق نفسه مثل جاسم وحضارتيها في البحرين وعمان. في النهاية كل كتب مؤرخين المسلمين صحيحة بفضل الله تعالى، وما ينقص هو التنقيب عن الآثار لإيجادها فقط كما تلاحظون. وأما بالنسبة لجرهم، والتي نعلم أنها القبيلة التي احتضنت سيدنا إسماعيل عليه السلام لاحقا، فكانت في تلك الفترة مع يعرب أو كنعان في اليمن، حيث إن جرهم هو أخ له من نقطان، وكذلك حضرموت بن نقطان و15 أخ تقريبا، كلهم ملكوا عدا ظالم، وسميت على اسمهم مناطق في اليمن وما حولها، والتي لم تكن تسمى يمن بعد. وكان منهم آزال بن نقطان باني صنعاء الحقيقي، وقيل في نسبه غير ذلك وصولا لسام بن نوح الذي قيل أنه أيسام أول من اختط صنعاء التي نرى في الصورة جمالها وتميزها عن غيرها بالعمران القديم. وكان منهم كنعان حسب بعض المراجع، وقيل هو نفسه يعرب، وسمي على اسمه ساحل في عمان، وسميت عمان على اسم ابنه عمان بن كنعان بن يقطان، وقد زور اليهود ذلك فنسبوه ليقشان بن إبراهيم عليه السلام، وهذا خطأ. وقد توجهت جرهم للحجاز بعد هلاك عاد، فدفعت العمالقة جانبا، وصار شمال موقع البيت لجرهم، بينما نزل بنو قطورة من كركر من العماليق جنوب موقع البيت. وبالمناسبة فملوك جرهم مذكورون بالاسم في كتب التاريخ كابن خلدون، وصولا للذي كان عهد سيدنا اسماعيل عليه السلام وهو مضاد بن عمرو، بينما رأس قطورة اسمه السميدع، ومن نسله ستأتي زنوبيا ملكة تدمر بعد 2000 سنة تقريبا. أما بالنسبة للطول فقد كان بنو آرام أكثر طولا من غيرهم، فثمود وجديز وغيرها بحوالي 2 إلى 3 متر، ثم عمليق وعبد الضخم بحوالي 4 إلى 5 متر، وذلك واضح من أسمائهم. وأخيرا عاد بحوالي 6 متر أو 12 ذراع، أي 3 أضعاف الإنسان العادي، وفي بعض المراجع وصلوا 15 مترا. لم يكن العاديون هم الأطول فحسب، بل الأكثر إنجابا والأسرع بقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأمدكم بأنعام وبنين، فصاروا الأغنى والأقوى والأكثر عددا بسرعة خلال حوالي 3 أجيال كما سبق وذكرنا، فقامت دولتهم، وتكلمنا عن ذلك في فيديو لوحده تجدوه في قناتنا بفضل الله عز وجل، وكيف هلكت عاد الأولى، وكذلك عن قضية عاد الثانية وهلاكها بما يغني عن الإعادة هنا. وكان هلاك الثانية بعد وفدهم لمكة، أو بالأحرى ما حول مكة، حيث بكر بن معاوية أو معاوية بن بكر من ذرية عمرو بن عمليق أي العموريين الذين كانوا انتشروا أيضا للشام ومصر والعراق لاحقا. تلك مكة التي لم تبنى بعد، ولم تبنى فيها الكعبة أيضا، بل كان العماليق يسكنون حولها. أما المدينة المنورة والتي تنورت برسول الله صلى الله عليه وسلم لاحقا، والتي كان اسمها سابقا يثرب، فإنما سميت على اسم يثرب من نسل العوص بن آرام، وهو من الجيل التاسع من نوح عليه السلام، كما نرى هنا من جيل سيدنا هود تقريبا، ولكنه من نسل عبيل بن عوص وليس عاد بن عوص. وكما نرى لم تكن مكة مبنية، فقد بنيت على يد جرهم المحتضنة لسيدنا إسماعيل منذ صغره، ثم لما شب سيدنا إسماعيل بنى الكعبة مع أبيه سيدنا إبراهيم عليهما السلام. ونرى أيضا هنا أن جيل سيدنا هود هو الثامن أو التاسع من نوح ضمن جيل قوم عاد كما تكلمنا من قبل، بينما جيل سيدنا صالح كان التاسع أو العاشر ضمن جيل قوم ثمود، أي بعد عاد مباشرة، الجيل التالي لها مباشرة.
حيث انتقل مركز القوة لثمود فصارت الأقوى في الأرض حتى هلكت كما رأينا أو سنرى إن شاء الله في فيديو ثمود القادم. وأما جيل سيدنا إبراهيم عليه السلام فهو الجيل الإحدى عشر، والبعض يقول بل الجيل الإثنى عشر لوجود اسم قنان المحذوف. أي فعلا سيدنا هود وصالح نبيي عاد وثمود سبقا سيدنا إبراهيم كما نعلم جميعا، ولكن بفترة قريبة بحوالي جيلين تقريبا، أي ما حصل كان قبل 2100 قبل الميلاد. أما بالنسبة لأجيال اليمن فبعد يعرب أو كنعان بن يقطان الذي كان من الجيل السابع والذي هو طبعا غير كنعان الأمليقي، انتقل الملك لابنه ثم لحفيده سبأ أو المسمى عبد شمس، والذي كان معاصرا لسيدنا هود كما نرى في تسلسل الأجيال ولهلاك عاد كما ورد. والبعض ينسب سبأ مباشرة ليقطان أو لكنعان وهذا أقرب. وبسبب تراجع نفوذ عاد عن المناطق الشمالية إثر هلاكها، انطلق سبأ بجيشه لضبط البلاد التي كانت تحت إمرتهم، فكان أول من يقود جيش منظم في التاريخ بعد الطوفان، فحارب أعداءه وانتصر عليهم وسبى من ذرارهم، فكان أول من سبى، ولذا سمي سبأ أو باللغة القديمة شبأ، وهو السبأ الأكبر لأنه أول من سمي بهذا الاسم، بينما اسمه الأصلي عبد شمس. وأول من حاربهم أهل بابل فانتصر عليهم، ثم توجه لفارس ولم يتعمق فيها، ثم عاد ليحارب بنو يافث ويزيحهم لما بعد شمال العراق، ثم إلى شمال الشام فأخرج بنو يافث منها ودفعهم لآخر الأناضول، ثم حارب بنو حام الأوائل في فلسطين اليوم وأخرجهم إلى مصر والمغرب، ووضع بدلا منهم بني كنعان من ولد عمليق من سام فعرفت بأرض كنعان، وبنى ابنه بابليون حصن بابليون المعروف في مصر. وفي كتب أخرى لم يحارب الحاميين، ولكنه لما اقترب منهم بجيشه تركوا وانتقلوا لمصر والمغرب. وعلى ما سبق فهذه حدود غزوات سبأ، العراق وشمال الشام وغرب فارس، ولا تخلو الكتب من مبالغات بما قام به من أعمال أكثر مما سبق لن نذكرها، على أن كل المؤرخين يتفقون أنه غزا ثم عاد وترك وراءه حكاما من طرفه وجماعة ممن معه، وكان ذلك وفق حسابات الأنساب التي رأينا وتواريخهم كما في فيديو سابق بين 2400 إلى 2300 قبل الميلاد. ولو نظرنا للتاريخ الحديث المعتمد على علم الآثار لوجدنا أن هناك رجلا في هذه الفترة تماما في نفس الزمن قام بكل ما سبق من بطولات سبأ فعلا أو شبأ باللغة القديمة، وهو سارجون أو شاروكين الأكادي الذي بنى الإمبراطورية الأكادية تماما في نفس المناطق تقريبا، وعين حكاما من طرفه أيضا في كل ما وطأ مثل ما فعل سبأ، وكان أول من سبأ فعلا بهذه الصورة التي نرى فيها الأسرى عند الأكاديين، وأول من قاد جيش منظم فعلا كما قلنا عن سبأ في كتب التاريخ، وأنه فعلا جاب العراق والشام وغرب فارس ولم يدخل جنوب الشام حسب علماء الآثار. والفرق الوحيد أن سبأ في كتب التاريخ لم يبقى شمالا، إنما غزا وعاد وترك الحكم لمن عين خلفه. وأمام هذا التطابق الكبير نسأل، هل سبأ الأكبر هو سارجون فعلا؟ ستقول لي كيف وسارجون مختص بالعراق والشام وفارس ولم يقرب الجزيرة العربية؟ فإن كان هو سبأ الأكبر فلا بد من وجود آثار له فيها. أقول لك إن علم الآثار لم ينقب عن آثار أكادية في الجزيرة العربية إلا قليلا، ولو أنه نقب لوجد، فهي آثار سبأ الأكبر والله أعلم. وهم حديثا اكتشفوا أن حضارة دلمون الأولى في البحرين تدمرت على يد سارجون الأكادي حوالي 2350 قبل الميلاد، بل حتى أخضع الأكاديون لاحقا ماجان في عمان. إذن فقد وصل الأكاديون للجزيرة العربية التي اتفق علماء الغرب كلهم اليوم أن الأكاديين جاءوا منها أصلا، نفس المنشأ ونفس مناطق الغزو ونفس الزمن. فالآن أجب، هل سبأ الأكبر هو سارجون الأكادي فعلا؟ نحن لا ننفي مجد سبأ عن اليمن ولا ننفي مجد سارجون عن العراق، نحن نقول أنهما واحد وأنه مجد لكليهما معا. لنتابع الآن حسب كتب مؤرخين المسلمين. بعد سبأ انتقل الملك لابنيه، قيل اسمهما كهلان وحمير الأكبر، فكان الملك لواحد وهو حمير الأول أو الأكبر، والموازرة أو نستطيع أن نقول مثل الوزارة أو قيادة الجيوش والثغور كانت لأخيه. ويروي مؤرخ اليمن أن حمير أو يسمى العرنجة أو يسمى ريماش سار بما يشبه أبيه وأمعن أكثر في الشرق، فبعد أقواما من يافث أكثر كالترك وأقاربهم وحارب في الشام أيضا، ثم عاد إلى اليمن، ثم حارب بني كوش في الحبشة وأبعدهم للغرب، ثم قام خليفته أيضا بغزو الشرق وصولا لأطراف الهند. وبالعودة مجددا للتاريخ الغربي المعتمد على الآثار، سنجد أن خلفاء سارجون الاثنين ريموش ومانيشتوتو غزيا الشرق فعلا ووصلا الهند. ستقول لي إن كان كذلك فأين نرامسين؟
حفيد سارجون والذي أعاد انتصارات جده وزاد عليها إذن حتى سمي ملك جهات الأرض الأربع. أقول لك اصبر وسترى، قادمون للكلام عن حفيد سبأ بإذن الله. لكن قبل ظهوره كانت ثمود عهد خلفاء سبأ وأبنائه الإخوة، والذين قلنا أنهم توازعوا المهام، فأحدهما للملك والثاني للمؤازرة. وينسب لنسل الأخ الذي قلنا أن فيه المؤازرة أنه هو الذي ندب نسل جرهم للذهاب للحجاز أواخر عمره، وطلب من العمالقة الانسياق لهم. كما يزعم أنه من عين سيد ثمود عمرو بن جندع المعاصر لسيدنا صالح عليه السلام، وطلب من زهرة بن عمليق سيد العمالقة في الشمال الانسياق لهم، لكن هذا بعيد لأن ثمود هي الأقوى الآن بصريح القرآن، فلن تأتمر بأمرهم. فالزمن الآن زمن ثمود الذين سرعان ما فرضوا قوتهم ووسعوا حدودهم ليشملوا مناطق المجاورة، ولكن ليس بالتوسع الذي كانت عليه عاد ولا بالزمن الذي بقيت فيه. فلم تستمر ذروة ثمود أكثر من سنوات ثم هلكت، حيث قاربت دعوة سيدنا صالح فيهم 20 سنة فقط، كانت حول 2250 قبل الميلاد تقريبا، وقد تكلمنا عنهم في فيديو منفصل بفضل الله عز وجل. أما بالنسبة لملك اليمن فقد كان الضعف قليلا عهد ثمود، حتى ظهر عبد الله من نسل سبأ فرع المؤازرة وليس فرع الملكية. فكانت رحلته الشهيرة التي جاب فيها الأرض وفق إجماع معظم المؤرخين المسلمين ليدين له من في الأرض جميعا بعد هلاك ثمود، ليقضي على النمرود دولة السومريين الجدد، ويلتقي سيدنا إبراهيم عليه السلام في عودته، وكل ذلك وأكثر سنتناوله في فيديو قادم إن شاء الله تعالى من تاريخ اليمن والجزيرة العربية المحذوف. فانتظرونا نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو نرجو الدعم بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.